كان الرئيس المصري قد عقد قبيل وصوله إلى العاصمة يريفان مباحثات قمة مع رئيس أذربيجان إلهام علييف في العاصمة باكو. وأكد الرئيس المصري خلال المباحثات ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار آفة الإرهاب على جميع المستويات. أوضحت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الزعيمين شهدا توقيعا على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في مجالات عدة.